باسم والدنا الحاج السيد ابو احمد وباسم السيد العملة الحاج احمد السيسي وباسم الحاج احمد ابو شفيع والحاج شوقي والمهندس محمد ابو السيد والمهندس فريد ابو السيد احمد. ايها السادة مسك الختام وطول الشارب يحدث لي الاوهام ولم اجد فيه ما اظلم من كلام ايها السادة مسك الختام من سيد الكلام من ذكر المولى العليم العلام من منذر ام القرى ومن حولها ومنذر يوم الجمع لا ريب فيه فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد كروان الجمهورية وحظه من الاسماء ممدوح والمسك من فيه عند التلاوة يفوح يتلو بكل وضوح يجعل الصدر بسماعه مشروح أسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا جميعا بتلاوته.
قال من يحيي
بقادر على أن يخلق.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم ألم تر كيف فعل ربك
وأرسل عليهم طيرا أبابيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون لا إِنَّا
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وإلى روح الأمة الراحلة الكريمة، وإلى روح جميع موتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب ونحوه، وبحق ما بها من أسرار، وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار. اغفر للأمة الراحلة الكريمة ذنوبها والأوزار، وشفع فيها النبي المختار، واجعلها من الناجين من عذابك ومن النار، وابعثها يوم القيامة مع الأبرار، واجعل قبرها متوجا بالأنوار، وارزق أهلها الصبر والسلوان والاستقرار، واجعل خيرهم من بعدها مدرار، واجعل لها في الجنة مستقرا وقرار، بصحبة النبي المصطفى وآل بيته الأطهار. هكذا أيها الإخوة الحضار، لقد استمعنا لآيات الملك العزيز الغفار. تلا علينا قارئا وعلما إذاعيا له مقدار، جميل الصوت جميل الأداء في الجواب والقرار، فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، وابن قرية الرية رزنة مركز الزقازيق. شاكرين إلى فضيلته وإلى شيخنا محمود الغتوري، وشاكرين لشيخنا محمود الزنات، وشاكرا لكل السادة العمر العمد الكريم الحاج فكر الطوخي وصحبه الكرام، شاكرا باسم الحاج السيد أبو أحمد، وباسم عمدة العمد الحاج أحمد السيسي، وباسم الحاج أحمد شفيع، وباسم المهندس محمد السيد أبو أحمد، والمهندس فريد السيد أبو أحمد، والحاج شوقي. شاكرا للهندسة الإذاعية حاج عاطف درويش، شاكرا لمقدم الضيافة وفيه أبو السعود بكلبانة، شاكرا لمصورنا ناصر صلاح، شاكرا لحضراتكم جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب مقدم الحفلات الكبرى وحفلات الكبار بكل ربوع الجمهورية.